مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم. كل عام ومصر كلها بكل خير وحضراتكم بألف خير. يعني هلت فرحة العيد علينا والكل بيستعد للبهجة، خاصة ان اغلب المصريين حاليا في فترة الاجازة، ودلوقتي الكل بيفكر في استغلال هذه الفترة للخروج من ضغوط امتحانات الثانوية العامة، وطبعا امتحانات كل طلابنا وأحبابنا. كمان الاحتفال معاهم بالعيد شيء مهم جدا بالنسبة للأسر لقضاء هذه الإجازة، وكالعادة بتكون الحدائق المختلفة في القاهرة والجيزة مقصد للكثير من الزوار خلال أيام العيد. علشان كده هنلاقي استعدادات كبيرة جدا قامت بها محافظة القاهرة متمثلة في الحدائق المتخصصة اللي بيميزها أسعارها البسيطة اللي بتكون في متناول الجميع. كمان المميز جدا هي انتشارها في جميع أنحاء القاهرة وشكلها المبهج، والحقيقة لأنهم مهتمين جدا بمظهرها وبالأشجار والخضرة واللي فيها، وكمان مهتمين جدا بمناطق الكيدز إيريا أو المناطق الصالحة إن الأطفال يلعبوا فيها ويقضوا وقت ممتع. طبعا عشان نعرف تفاصيل أكتر عن استعدادات حدائق القاهرة المتخصصة لاستقبال الزوار، انضم إلينا هاتفيا الأستاذ اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب، برحب بيك. اهلا يا فندم، كل سنه وانتم طيبين ومصر بخير دايما ان شاء الله. اهلا بحضرتك. يعني طبعا في البدايه هسال حضرتك عن ازاي استعدت الحدائق المتخصصه لعيد الاضحى واستقبال الزوار. الحقيقه طبعا احنا يعني كل اعيادنا سواء الاعياد القوميه او الاعياد الدينيه، الحقيقه سواء للاخوه المسيحيين او المسلمين، حبيبه في استعداد تام لجميع هذه المناسبات. الحقيقه دايما بيبقى قبل المناسبه بيبقى في استعداد تام لكل الحدائق. اولا بيبقى في طبعا بنوقف جميع الاجازات علشان نقدر نقدم خدمه مميزه للساده الحضور. الحقيقه دايما عندنا بنوقف طبعا الاجازات، يعني لو لقينا عندنا كم كبير جدا من الحدائق الحقيقه متوزعه وموجوده في مناطق كثيره جدا في القاهره، سواء المنطقة الشمالية أو الجنوبية أو الغربية أو الشرقية. الحقيقة كل منطقة لها نصيب من الحدائق بتخدم المنطقة. الحقيقة لو اتكلمنا عن مجموعة الحدائق اللي موجودة في محافظة القاهرة، احنا عندنا اللي هي درة الحدائق اللي هي حديقة دولية اللي موجودة في مدينة نصر، بتعتبر من الحديقة المتميزة لمساحتها الشاسعة اللي تصل إلى حوالي 55 فدان. الحقيقه فيها مجموعه كبيره جدا من الانشطه اللي بتقدر تقدم خدمات للساده الزوار. عندنا مجموعه كويسه جدا من الكافيتريات بتقدم وجبات سواء سابقه التجهيز او المشروبات، كل ده الحقيقه بيبقى في متناول الاسر اللي بتحضر او بتخش الحديقه. الحقيقه طبعا احنا يمكن حضرتك ذكرتي احنا الاسعار عندنا يمكن تبقى معقوله جدا، لان سعر التيكت او التذكره عندنا لا يتعدى 10 جنيه. يعني هو لا زال 10 جنيه زي ما هو، لان كان في كلام ان في زياده في سعر التذكره. لا والله احنا بقالنا سنين ما حاولناش ان احنا نجدد او نرفع سعر التذكره، لان احنا الحقيقه المشروع الحدائق المتخصصه الهدف منه وليس الربح ولا انما الهدف منه طبعا ان احنا نقدم خدمه للجمهور في سعر بسعر يعني الحقيقه لبعض الاسر اللي ما تستطيعش انها تروح في اماكن ممكن مكلفه. فاحنا الهدف عندنا الحقيقه استعداد كامل بين هذه الاسر، وفعلا الحقيقه احنا طبعا عندنا كم كبير جدا من الاسر الحقيقه، وبيبقى في عندنا ترافيك عالي جدا جدا من الاسر اللي موجوده عندنا. الحقيقه طبعا الناس بتبقى موجوده حره انها تجيب الاكل معاها مشروبها معاها، اللي محتاج ياخد كافيتيريا يخش كافيتيريا. الحقيقه كل يعني الحقيقه الزائر عندنا براحته يعني يقضي وقته كيف ما شاء يعني. الحمد لله عندنا الحدائق متميزه جدا لما فيها مساحه خضره كبيره جدا فيها بنهتم طبعا زي ما قلت لحضرتك قبل الاعياد بنبقى في اهتمام بالبنيه التحتيه لجميع الحدائق، سواء من المرافق او سواء من الحمامات او الاهتمام بالطرق او الاناره او تسويه الاشجار وزياده المسطحات الخضراء و احواض الزهور.
الحقيقه برضو عندنا لو ذكرنا في الحديقه الدوليه هنلاقي فيها مجموعه كبيره جدا من الانشطه اللي بتقدم خدمات الحياه كويسه جدا للساده الزوار. الحقيقه عندنا حديقه حيوان مصغره الحقيقه بتبقى دايما فيها مجموعه كبيره جدا من الحيوانات ومجموعه من الزواحف وكل ما هو يتعلق بالبيئه اللي احنا عايشين فيها. يعني الطفل بيخش بيتعلم بياخد ثقافه لما تحوي البيئه من حيوانات او زواحف. الحقيقه كمان برضو بنخلق بين الطفل وبين الحيوان نوع من الالفه، لان احنا دايما بنشوف على الميديا قد ايه في بعض الاطفال بتعذب الحيوانات والكلام ده. احنا لا، الحقيقه بنخلق جو بياكل الحيوان يعني بيبقى في الفه بينه وبينه. يعني هي دي فرصه ان هو يتعلم ايه هو الحيوان او ايه الحشرات او الحاجات المضره بالنسبه له في حياته او في اللي بيعيش فيها. سيادة اللواء، يعني لو تسمح لي استوقف حضرتك هنا، في فعلا ناس كتيره مش بس الحدائق العامه، احيانا النوادي بيشتكوا من وجود الحيوانات او ما بيبقاش عندهم ادراك انه ده شيء مهم ان احنا نكون متفهمين ان احنا معانا حيوانات موجودين معانا في الحدائق العامه، ما نقدرش ان احنا نمنعهم. وفي ناس بيخافوا من امراض او انتشار حشرات بشكل ما، فازاي حضرتك تقدر تطمئن الزوار ان دي حاجه عاديه جدا مش هتسبب اي نوع من انواع الاذى؟ لا والله احنا طبعا يعني الكلاب اللي عندنا هي كلها متطعمه، ويمكن هيلاحظ اي زائر عندنا ان كل كلب او الكلاب الحيه اللي موجوده في الحدث عندنا كلها متطعمه، وهتلاقي في علامه حمراء موجوده في ودن الكلب. ده بيبقى متعالج ومتعقم وبيبقى يعني الحقيقه عن طريق البيئه يعني. فاحنا الحقيقه دايما بنبقى واخدين بالنا من الكلام ده كويس جدا يعني. وعشان كده الحمد لله ما عندناش اي شكاوي من وبنحس ان بقى في الفه ما بين الحيوانات لانه بياكلوهم وبتاع، اصبح ما فيش الضرر الواقع على اي زائر عندنا. فالحمد لله الحقيقه ما فيش حالات سجلت عندنا يعني من الكلاب او من العقر الكلب او اي حاجه لا قدر الله يعني. الحاجة الثانية حضرتك، احنا عندنا في الحديقة الدولية برضو عندنا ملاهي الحية من ملاهي الحية الجميلة جدا، وبتعتبر من أرقى الملاهي. الطفل اللي عنده سنتين لحد عمر كبير شوية بيبدأ يعني ممكن يخش الملاهي دي ويتعامل معاها يعني. حياة مؤمنة جدا 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 لأنها من الملاهي الحية اللي ذات قيمة كبيرة جدا عندنا يعني. الحقيقه برضو عندنا من ضمن الحاجات الجميله في الحديقه، عندنا الحديقه الدوليه عندنا اكثر من 18 جناح بيمثلوا دول عربيه وافريقيه واسيويه. الحقيقه بيبقى فيها روح الحياه يعني، لو احنا او روح ثقافه هذه الدول. عندنا يعني عندنا جناح زي جناح المغرب من الاجنحه الجميله جدا الحقيقه، فيها نافوره بتمثل الجناح الملكي في المغرب. عندنا في الكويت جناح الكويت اللي هي الابراج الحيه الشهيره بتاعت الكويت. عندنا الامارات بتمثل روح جو الامارات. عندنا السعوديه الجو الروحاني بتاع الحج والعمره. الحقيقه كل ده موجود عندنا. عندنا جناح زي جناح كوريا الجنوبيه الحقيقه من اجمل الاجنحه اللي موجوده، زياره للمتعه وللثقافه كمان. أكيد طبعا حضرتك بيخش تاخد ثقافة كاملة عن الجناح ده، عن ثقافة هذه الدولة. عندنا جناح، عندنا برضك من ضمن الحاجات الترفية الجميلة الحقيقة قطار اسمه قطار النورس. يمكن حضرتك زي ما ذكرت لحضرتك عندنا الحديقة بتصل إلى 55 فدان، فإحنا عندنا قطار اسمه قطار النزهة اللي الطفل بيستمتع أو السيدة الكبيرة في السن ممكن تاخد جولة في الحديقة كلها بتستمتع بالأغاني اللي بيقدمها القطر دوت، والحقيقة بيجول في الحديقة كلها بالكامل، بيوريها معالم الحديقة، الجناح مصر وجناح أوروبا وجناح الدول العربية. عندنا برضو في الحقيقه مسرح بيقدم، مسرح بتاع وزاره الثقافه بيقدم عرضين كل يوم، عرضين مسائيين للاطفال يعني. الحقيقه حاجه جميله جدا
يا ريت يعني برضو يعني حاجة ثقافية جدا. لو الطفل عندنا جه ودخل المسرح ده الحقيقة يعني بمبالغ بسيطة جدا يعني، أو برموز أو ما يعني مبلغ رمزي كده يعني الحقيقة. وعندنا كمان الحقيقة في الحديقة عندنا قاعة كبيرة جدا للحفلات والاحتفالات والسيمينار، يعني الحقيقة لها أغراض كتيرة جدا في الاستخدام بكل يعني. تأكيد. الحقيقة يعني عندنا برضو لو اتكلمنا عن حدائق تانية برضو، لأن حضرتك طبعا الحدائق المتخصصة، يمكن أوضح لحضرتك إن الغرض من تسمية الحدائق المتخصصة لأن إحنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من الحدائق اللي بتمثل ثقافة وحضارة مصر على مدى السنين يعني. لو بصينا عندنا حديقة الأندلس بما معالينا يمكن كلها، كل من هو شباب أو كل يعني الناس اللي عندها يعني تقدر ترجع بالتاريخ والذاكرة كده، هتلاقي أفلام عبد الحليم وأغاني لأم كلثوم اتصورت في هذه الحديقة اللي بتعتبر من أجمل الحدائق اللي موجودة عندنا، اللي هي أنشئت سنة 1935 وأنشأها ذو الفقار باشا في عهد الخديوي والسبعين. عندنا الحديقة حديقة الحرية في الزمالك من أجمل حدائق الحياة، وبتضم مجموعة من التماثيل النصفية لدول أمريكا اللاتينية وطاجيكستان وأفغانستان وباكستان، وأخيرا انضم لينا اللي هو تمثال غاندي. الحياة برضو بتمثل ثقافة الدول ديت، الحياة بتعتبر من الحدائق الجميلة جدا عندنا برضو، أنشئت سنة 1935 وبتعتبر لها مساحة خضراء، وبنمتاز إن ما فيها مجموعة كبيرة جدا من الأشجار النادرة. فيها عندنا الشجر المعروفة في مصر دي اسمها تين البنغالي، دي بتعتبر من أجمل الأشجار اللي موجودة في مصر كلها بالكامل. موجود عندنا حوالي أكثر من أربع، ما هي طبعا أشجار نادرة جدا جدا، هي تين البنغالي الحقيقة موجود عندنا منها أربع شجرات الحقيقة، طبعا بنمتاز بيها وبنحافظ عليها يعني. واحنا طبعا يمكن سمينا سمي المشروع الحدائق المتخصصه لان الحقيقه كل الكوادر اللي موجوده عندنا بتتعامل مع الحدائق، سواء مهندسين او سواء عمال او سواء مساعدين مهندسين او المحصلين او الامن، فاحنا عندنا كوادر حقيقه كامله الحقيقه بتقدر تتعامل مع الحدائق. عندنا لو الحديقه الدوليه هنلاقي عندنا اكثر من 165 ما بين نخله وما بين شجره وما بين زهور، بتعتبر من انظر الزهور والاشجار الموجوده في العالم، لان الاشجار دي مزروعه عن طريق السفارات وعن طريق الدول اللي ليها اجنحه عندنا. يمكن عندنا جناح زي جناح كوريا بيعتبر من الاجنحه الجميله جدا بنتعامل فيها يعني، لانها دايما سفاره كوريا بتتعامل معانا وبتعمل حفلات كبيره جدا عندنا في جناح كوريا. لو بصينا عندنا حديقه زي مثلا حديقه اليابانيه في حلوان، يمكن حضرتك كلنا نعرف الحديقه اليابانيه لما تحويه من معالم اثاريه لدول شرق اسيا يعني. عايز اسال حضرتك يا ستي، اللي هو هل الكثافه للزوار بتكون موجوده على مدار العام ولا في الاعياد فقط؟ يعني عايزه نصيحه حضرتك للمواطنين، امتى يقدروا ان هم طبعا خارج ايام العيد ان هم يجوا؟ متاحه من ايام ايه؟ ايه الايام اللي بيبقى عليها كثافه اكتر؟ الناس اللي عايزه تيجي في وقت رايق شويه يعني حسب رغبتها تيجي ايام ايه من وجهه نظر حضرتك؟ والله احنا عندنا يمكن الايام اللي دايما بيبقى فيها عندنا يعني زحام بيبقى عندنا الخميس والجمعه والسبت، الحقيقه من الاوقات اللي بيبقى فيها الترافيك عالي عندنا شويه يعني. باقي الايام ممكن يعني احنا عندنا الحقيقه على مدار الاسبوع في استمتاع يعني، في اسر بتحب تيجي في طول الاسبوع اللي هي يوم الايام العاديه، وفي ناس بتحب في وقت راحتها سواء خميس او جمعه او سبت. الحقيقه احنا الحقيقه فاتحين كل يوم من الساعه 8 صباحا لحد الساعه 12 بالليل، الحقيقه وقت كافي جدا لاي حد يعني يقضي ويستمتع بالجو بتاعنا. طبعا وجود القدره بالمساحات الكبيره الشاسعه دي الحقيقه بتضيف جو جميل جدا من البهجه عندنا الحقيقه يعني. عندنا برضو ممكن الحديقة الدولية عندنا جناح مصر، وفي عندنا البدالات الحقيقة لو حب الولاد ينزلوا المية ويلعبوا في البدالات الحقيقة حاجة جميلة جدا يعني. الكافيتيريا زي ما قلت لحضرتك قبل كده بتعتبر من الكافيتيريات الحقيقة الراقية جدا،
ومع ذلك بيتقدم وجبات ومشروبات بأسعار في متناول هي الناس كلها يعني. يعني الحمد أنا لله. طبعا ختاما بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الشرح الوافي اللي حضرتك وضحته للزوار وللمواطنين، ويعني لغة حضرتك كانت كلها ترحيب وكلها يعني معلومات قيمة جدا فعلا تشجع أي حد إن هو يزور الحدائق. فأنا مرة تانية بشكر حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب، نورتنا. شكرا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة ومصر كلها طيبة بإذن الله. وحضرتك بألف خير، نورتنا يا فندم، شكرا شكرا جزيلا. يا فندم، شكرا يا فندم. والشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، وانتظرونا على تلفزيون اليوم السابع في تغطيات أخرى على مدار الساعة.